بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. اكيد احنا بالتطور اللي بيجي يحصل موجود عندنا في المدن الكبيره زي الخرطوم زي بورسودان زي كل المدن اللي بيجي فيها شكل العمران راسي، وخلينا مساله الافق دي حتى اذا كان موجود البيت كبير الحيشان شويه قلت او البيوت مساحات قلت، فاحنا ماشيين نوعا ما في الشكل المتطور والحديث، لكن احنا كعادات سودانيه ما بنقبل الضيق وما بنحب الضيق، لكن ممكن إذا اضطرينا لحاجة زي دي إذا كان في بيت أو إذا كانت شقة، ممكن بعض الأمور اللي بتساعدنا بتخلينا نعمل عملية توسعة ببعض الخدع والحيل البصرية. كيف ممكن نستفيد من بعض الأثاث أو بعض الدهانات أو بعض الصور في إنها تساعد على عملية توسيع بيوتنا وتوسيع غرفنا؟ لكل حاجات هنناقشها مع مختص في هذا الموضوع، وهو باشمهندس محمود حبيب مختص في التصميم الداخلي والديكور. هيشرفنا بعد شوية، تعالوا نستنى سوا. تفضل. بيت الهنا. اهلا بكم مشاهدينا واهلا بضيفنا اللي شرفنا في صالون بيت الهنا باشمهندس محمود حبيب، وهو مختص في التصميم والديكور. اهلا ومرحبا بك كثير، شرفتنا في بيت الهنا. اهلا وسهلا فيك. اولا لما نبدا نتكلم عن انه يعني التصميم في المساحات الضيقة، احنا مساحاتنا واسعة يعني بالنسبة للدول الثانية لكن بنشوفها ضيقة، يعني عموما انه المساحات دي كيف ممكن نقول انه نوجد فيها نوع من البراح وانها تكون مساحاتها واسعة رغم انها ضيقة؟ طيب عندنا معالجات مختلفة لضيق المساحات، في معالجات للحوائط، في معالجات للألوان بتاعتها، في الفتحات الأرضيات، فتحات قصدك الشبابيك مثلا الشبابيك الأبواب كده، كل واحدة عندها معالجات الخاصة بتديك التأثير بتاع الاتساع. جميل، خلينا نمسكها واحدة واحدة. يعني أول ما نبدأ مثلا أنت قلت بالنسبة للحائط نفسها الحوائط، كيف ممكن نعمل الخدعة دي أو اللمسة اللي هي بتدينا الوسع؟ الحوائط هي من ناحية لون بيكون فيها اللون السائد أو اللون الأساسي في أي مخطط لوني عندها، فلما يكون لون فاتح الألوان الفاتحة والسادة غير مخططة ما فيها أشكال ما فيها بتدي إحساس بالاتساع. بنقول عليها برضو الألوان الباردة اللي هي الفاتحة. الفاتحة جميل. بالنسبة للفتحات الأبواب الشبابيك بتكون زجاجية اللي هي بتديك إطلالة خارجية، فده بيديك تكون منقوشة ولا أفضل تكون سادة بتورينا البرد؟ لأنه أنت عارف إنه في التصميم عموما يعني عندنا في السودان اللي هي القزاز اللي بيكون منه فيه منقوش فما بيخلي في رؤية لكن بيدخل الضوء، بيدخل واحد الأنسب والأحسن. الأنسب طبعا السادة، في المعشق وفي المشجر وفي السادة، لأنه الرؤية بتكون أوضح للإطلالة الخارجية، ممكن يكون عاكس للشخص اللي من برا لكن من جوا انت بتشوف المساحات الخارجيه اللي هو البيرسون زي ما بنقول البيرسون او في العاكس باسمه. التشجير والنحت والحاجات دي ممكن تكون في الجريل بتاعه من برا، في ناس بتحب الاشكال بتاعت الجريل او الزجاج المعشق الزجاج كده، ممكن يستخدموها على الجريل كحليه، بس عشان ما يديني مساحه للاتساع لازم يكون في اطلاله وضوء بيدخل اكثر فبنحس بالوسادة بالاتساع والامتداد بتاع الفراغ نفسه. البلاط بشكل عام او الارضيات، بالنسبه للارضيه في الارضيات الالوان فاتحه تحديدا، بالنسبه للمساحات الكبيره بنستخدم معها المقاسات الكبيره. المساحات الصغيره اذا استخدمنا مثلا مقاس كبير بيحسسنا بضيق الفراغ فعلا، بالضبط كده. فمن ناحيه النسب والتناسب مهمة وضرورية فيها. أيوة. من ناحية الإكسسوار اللي بتخطى مثلا على الحوائط بيخط الحاجات العكسة زي مثلا ريفلكتيف مراية مثلا. المرايات بتديك امتداد أو منظور أو شيء ثلاثي الأبعاد، بيكون امتداد للنظر ماشي محدود
بيحسسك بالمساحة اللي أنت فيها، فبيديك الامتداد، فبالتالي بيكون وسع عليك المساحة اللي أنت قاعد فيها. فعلا أنا لاحظت باشمهندس إنه في بيوت بدخلها بتكون فيها يا إما الحيطة كاملة بيكون فيها مراية، أو بتكون اللي هي المربعات الصغيرة المرايات الصغيرة، بتدي فعلا إحساس بالوسع. فلما الواحد بيعاين بيلقى المساحة فعلا ضيقة، لكن اتساع النظر شوية بيساعد. عموما إنه في ناس بتحب البيوت الواسعة وفي ناس بتحب البيوت الضيقة، هل أنت بتفضل البيوت الواسعة ولا الضيقة؟ ده سؤال إحنا طرحناه المجموعة من المستطلعين، تعال نشوف جاوبوا قال شنو. تفضل. طبعا بالنسبه للبيوت عموما اي واحد اكيد بيفضل يكون بيته بيت واسع اكيد. طبعا الضيق ده ما اعتقد انه في زول بعيد فكره انه يكون بيته ضيق، يعني شيء طبيعي انه الانسان دائما يعني بيفضل المساحه الواسعه سواء كانت في البيت او في اشياء اخرى كثيره. انا افضل البيوت الواسعه عشان كل ما كانت المساحه اكبر كل ما انا قدرتها. نشكر المجموعة اللي كانت معانا. أفتكر في الأغلبية الناس بتحب الحاجة الواسعة، لكن حتى الشقق اللي الناس ممكن تكون مساحتها واسعة الناس بتشوفها إنها ضيقة برضو كعرف سوداني معناها ما في حوش معناها دي خنقة يعني. طيب باشمهندس بالنسبة للتصميم عموما في البيوت، هل ممكن نقول إنه ممكن يكون في بيت ما مستغل صح فعلشان كده بنحس إنه هو ضيق؟ يعني في نوع من انه بتختفي بعض الملامح اللي فيه او بعض الحيط الموجوده فيه، فهو بكون بسبب الهندسه مثلا او بسبب التصميم نفسه. نعم، دي الحته بتاعت استغلال المساحات. يعني في ما مدروسه او ما محسوبه، يعني غرف نوم مخطوط لها مساحات مثلا تكون كبيره جدا ما بتتناسق مع فيرنتشر الاساسات الموجوده او مساحات الحركه بتاعتها، فبتحس انه في مساحه كبيره ضايعه. العكس برضه صحيح، ممكن تكون الاحتياجات الاساسيه للمقاسات بتاعت الفيرنتشر ومساحات الحركه اكبر من المساحه الموضوعه للغرفه او للفراغ، فدي مشاكل. عشان كده بيقولوا الدراسة التفصيلية والدراسة بتاعت المساحات في الأول هي اللي بتحدد لي أنا محتاج لمساحة قدر كيف. وعلى حسب الاهتمام، يعني أنا بالنسبة لي ممكن إذا عندي ضيوف كتار أو نوع من الضيافة بشكل كامل أفضل لي إنه الغرف حقتنا تكون أصغر والديوان أو الصالون يكون هو أول هول يكون بشكل أكبر على حسب الحوجة. طيب الإضاءة والدهان، يعني يمكن أنت ذكرت لي بأنه الغرف الضيقة أفضل أنه يكون فيها نوع من الألوان الباردة أو الألوان الفاتحة، الإضاءة كيف؟ الإضاءة بتاعتها دائما بتكون غرف النوم خافتة اللي هي بتبعث على الاسترخاء، بتحسك أنك تسترخى، يعني ده النشاط الأساسي لغرفة النوم فبتكون خافتة. الإضاءة المباشرة في حتات معينة، يعني إذا بقى في مكتب في حتة بتاعت قراية أو كده فبكون عندها وحدات بتاعت إضاءة خاصة بالحتة، لكن الإضاءة العامة بتكون خافتة. يعني هي تكون في زي الأبجورات اللي أبجورات مثلا على دي جنبين السرير. أيوة. في الأبجورة وفي الديسك لامب اللي هي لمبة المكتب أو كده، لكن العامة بتكون ديكورية وخافتة بألوان غير اللون الأبيض، تستغل في الأوقات اللي إحنا ما محتاجين لها، تكون مفتوحة بشكل يعني ديكور أكثر. طيب الأثاث وشكله في المساحة، في ناس بعد ما تختار إحنا خلاص اخترنا مثلا هنأجر البيت الفلاني ما بيهتموا بإنه مساحته كم، على أساسه بقوم بمشي بشتري العفش، فخلينا نعمل لهم يعني إضاءة للموضوع بإنه مفروض نختار أي نوع من الأنواع العفش لما يكون خاصة بإنه له علاقة بمساحة الغرفة أو مساحة الهول أيا كان. بالتأكيد المساحات الكبيرة دائما بتختار لها أساس بيتناسب مع ضخامتها وحجمها وكده، عكس المساحات الصغيرة بتحتاج لأساس صغير، ده ذاته بيديك إحساس المساحة وبيعكس لك إذا كانت كبيرة أو صغيرة، إذا بقى في أي خلل في الاختيار بيظهر خلل المساحة. وفي افتكر من الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها برا بقت موجوده في السودان زي انواع مثلا من الصوالين اللي بيكون موجوده اللي هي بيكون جواها في خزانات او هي اللي ممكن تتمدد تبقى سرير، فدي كل حاجات ممكن هي تستغل اذا كان بدل ما تجيب مساحات كبيره جدا او اثاث يكون كبير وضخم في مساحه تكون ضيقه. ايوه، في مثلا الدواليب الحائطيه مثلا دي بتكسبك، يعني اذا بقت مساحاتك ضيقه
ما في مساحة لأنك تخوض دولاب بمساحة حركة للظلف تفتح وتكفل، ففي دواليب حائطية. عندنا هنا في بيت الهنا مثلا مستغلينها بشكل ديكور مثلا معين. في أرفف برضو للمكتبات مثلا، المكتبة بدل يكون عندها حيز من الأرض ممكن تتخطى على الحائط، بتكسبك مساحة كبيرة جدا. السراير ممكن تكون فيها الخزانات بدل ما تكون في الدواليب وتزيد مساحة، ممكن تكون هي للسرير. في سراير دبل بتكون كذا طابق، أيوة دي مثلا لغرف الأطفال اللي كده بتكسب مساحة. جميل. بالنسبة لي الحاجات دي خلينا نقول إنه لها تأثير طبعا على الطفل، أول حاجة بيأخذها بشكل جميل، حسي بقت تسهر كثير من التصميمات الحلوة بالنسبة للأطفال بالنسبة لسراير الدبل، فبيبقى مشجع أكثر ليهم عشان ما يخاف واحد فيهم مثلا من إنهم يطلعوا في الدور الثاني. لكن عموما هي ممكن تكون حتى كاملة، يعني أنا شفت اللي هي السراير اللي بتكون مربوطة معاها تحت المكتبة وتكون فيها رفوف فيها تخزين للملابس، فهي مسألة أفتكر كقطعة واحدة متكاملة، متكاملة عبارة عن غرفة أكثر من وظيفة بنستخدمها. في وظيفة واحدة طيب بالنسبة للإكسسوار اللي إحنا ممكن يعني يساعدنا في عملية توسيع الغرف، أنت ذكرت لي قبيل البرايات بإنها ممكن تكون واحدة من الإكسسوارات، شنو من الحاجات اللي إحنا بنضعها اللي ممكن تعمل لنا عملية توسيع، وشنو الحاجات اللي المفروض ما نخدها بتاتا في الغرف الضيقة عشان ما تدينا إحساس بالضيق؟ والله هي من ناحية ألوان المعتمة أو الألوان القوية، بالنسبة للإكسسوار حجمه في الفراغات الضيقة إكسسوار بيكون بسيط وصغير الحجم، إذا كان على الحائط أو إذا كان على الترابيزة أو كذا، من ناحية حجم ومن ناحية لون. دائما نكتر الفواتح مش كده؟ الحاجات اللي لونها فاتحة أكثر، يعني أكثر. الحاجات الغامقة ممكن تكون بسيطة أو أغمق حبة سنة يعني ما تكون حاجة كثيرة علشان ما تحاول تغمق لنا بشكل كبير الغرف. هتواصل معاك ونتواصل مع مشاهدينا بس فاصل قصير ونرجع لكم ثاني، خليكم معنا. بيت الهنا، مرحب بكم مرة ثانية مشاهدينا، نتواصل معكم في موضوعنا في بيت الهنا عن كيف احنا ممكن نستغل الأماكن الضيقة ونحاول نعمل لها عملية توسعه. اتكلمنا بجزء كبير جدا في الفاصل الأول عن اختيار الألوان واختيار يعني أحجام في النهاية الأثاث اللي احنا بنستخدمه. فبرحب بك مرة ثانية يا باشمهندس، وخلينا نكمل في الموضوع بأنه في خاصة إذا تم الواحد ترحل أو رحل من مشى من مكان للتاني فبيكون عنده حاجات تانية كثيرة هي بتكون ضرورية جدا ومهمة، لكن البيت بصراحة ما بيسعى. كيف نقدر نتخلص من الحاجات المكدسة عندنا إذا كانت موجودة عندنا في البيت أو إذا إحنا تم يعني رحولنا لبيت تاني وما عارفين ناخد الحاجات وين؟ الحاجات إذا كانت أحجام صغيرة ممكن تتعالج بخزانات. الخزانات ممكن تكون على السراير، ممكن تكون على الدواليب الحائطية ذاتها. أما إذا كانت حاجات كبيرة فدي ممكن يتخصص لها مخزن أو كده. إذا ما في مخزن، طبعا المخزن ده ما مهم شديد، لا مهم جدا في البيت. الشقق حسي ما فيها يعني بالأغلب ما فيها مخازن، أول واحد اللي يعمل له أوضة عديل تكون دي مخزن. نستغل البلكونات في التخزين برضو. نعملها كيف لكن نستغلها بهذا الشكل؟ حسب الشكل بتاع البلكونة، في بلكونات مقفلة دي مريحة في إنك تستغلها كتخزين. مقفلة كيف يعني؟ مقفولة خالص؟ مقفولة يعني. بيكون مفتوح فيها شبابيك أو كذا. إذا فاتحة طبعا شكل المبنى الخارجي بيأثر، عشان كذا بتكون تخزينك كله تحت ال ما يكون رأسي، ما يكون ظاهر، يكون أفقي. يعني تحت السور تقريبا، تحت السور عشان ما يصار بس المشكلة في التخزين كمان في البلكونة العوامل الخارجية، المطر، الغبار، في حاجات بتتلف، في حاجات بتبوظ. بس لازم بالذات إذا أنت ماشي من حتة مساحتها كبيرة رحلت لحتة مساحتها أصغر، يعني خد في بالك بالتأكيد حتتخلى عن أساس، حتتخلى عن حاجات حجمها كبير. فمعناها للتخزين إذا اضطرينا للبلكونات نختار حتى الحاجات اللي هنخزينها شنو؟ إن حاجات ما تتأثر بعوامل البيئة علشان ما تتلف أو ما تقدر يعني نقدر نستخدمها. تحفظ داخل شنط، داخل حاجات. تمام. طيب بالنسبة لي يعني الغرف إذا إحنا بدينا نعمل لنا عندنا مساحة وبسيطة وعايزين نبنيها كشيء يعني شقة مثلا أو بيت صغير،
ناخد في بالنا نشوف مسألة الهندسة بتحت أول الشكل الهندسي للغرفة نفسه. في ناس طبعا بيحبوا بعض الأشكال، يعني أنه مثلا ممكن يكون مساحتها طويلة أو شكلها طويل مستطيل مثلا أو مربع أو فالأشكال دي هي بتجي عليها بيوت، هل ممكن نقول أنه لها التصميم ده بينفع مع البيت المعين ولا عموما هو كل واحد؟ والله هي قريبة من بعض، بس أنسب الشكل المستطيل والشكل المربع نسبة ضياع المساحة فيه قليلة جدا جدا، ما زي المثلث، ما زي الدائرة، ما زي كده، فبتقدر تستغل كل أضلاعه بأكبر شكل بأكبر قدر ممكن. قبل تكلمنا عن المراية بأنه هي كيف ممكن توسع لنا تعمل لها توسعة. في يعني يمكن هي برا السودان أنا شفتها بأنهم بيعملوا مرايات على السقف على سقف الحياة، هل هي مناسبة لنا في السودان؟ وهل هي فعلا بتساعد في انها تعمل توسع للمكان اذا كان صالون او هول او اذا كان للغرف؟ والله هي في السودان انطبعت او عرفت بها المحال التجاريه اكثر من البيوت، بس ممكن تستخدم في اشكال في معالجات، ما في كلام انها اصلا بتديك اتساع بتديك مساحه الناس ما اضطرت لها في السودان. لاحظ كمان احنا عندنا مشكله في السودان بالتغيرات الجويه الموجوده بانه بيحصل بعض التشققات في الحيط. نعم. فهل ممكن يعني شيء امن انه نعمل المرايه اذا كان في السقف او اذا كان في الحيطه ما تاثر بعدين على الحيطه، يعني اذا تشققت داخليا يعني ما هتعمل تاثير على المرايات؟ والله بتاثر طبعا. بيكون لها تاثير؟ لها تاثير، بس دي بتعتمد بعد على طريقه التثبيت بتاعها في الحيطة بتتثبت بشكل جيد يعني، أو في معالجات بتتعمل للقزاز عموما السكرة بقولوا لها، إذا حدث أي شيء أو القزازة وقعت ما بتتكسر لأضلاع بحيث إنها تجرح أو كده، بتتفتفت لحبيبات صغيرة جدا. ففي معالجات كثيرة بتتعمل بالنسبة لنوع التثبيت، يعني لنوع القزاز المستخدم ذاته ولطريقة التثبيت، يعني احنا لازم نمشي المختص هو اللي يختار لنا نوع الزجاج او نوع المرايه المناسبه علشان نقدر نعمل لها تثبيت، نضمن طبعا الامانه اهم حاجه. الامانه اهم حاجه، ما معقول تبقى كمان شقه ضيقه وكمان ما فيها امان. يعني مشكله تبقى. نعم. هتواصل، وعندنا استطلاع عملناه برضه بانه كيف يمكن ايجاد مساحات في البيوت الصغيره، تعالوا نشوف الناس وآراءها من ناحيه التصميم داخلي، رايش تفضل. ممكن اعمل بيئة يعني مساحة كبيرة بالالوان يعني الفاتحة اكثر. تحتاج الى زول فني هندسي يستطيع انه مثلا يديك المثل. ممكن عن طريق الالوان، عن طريق العفش ذاته في البيت، الديكور، الحاجات دي كلها ممكن تخرج من الحتة الضيقة حتة واسعة. اقدر اتحكم في مساحة البيت، انه بشوف اجيب اساس على حسب ضيق الغرفة، يعني ما ممكن انا اجيب لي اساس بيكون اكبر من الغرفة. عموما يمكن تكون في ثقافة نوعا ما بحكم انه الناس عموما بتحب في السودان انها تبني بمزاجها، يعني احنا بنقول انه المصمم الداخلي هو له تأثير طبعا كبير في عملية التوسعة اذا كان المكان ضيق. باشمهندس محمود، من الشكل العام للبيت ممكن برضو يظهر اذا البيت ده ضيق ولا واسع؟ عموما الشقق ما هي واضحة انه هي عمارة كبيرة فما بدينا الاحساس بالضيق الا لما نجي ندخل البيت، لكن اذا اصلا بيت ارضي واحنا دخلناه فيمكن من الشكل العام الخارجي من حيث اذا هو بيت واسع ولا ضيق. فعليا اذا البيت ده هو ضيق من برا كيف ندي الاحساس والشعور بانه في وسع وانه في براح؟ اذا الشكل الخارجي هو اللي بيعبر عن الضيق، بتتعالج بالفتحات في الشكل الخارجي ذاته، بتعكس الاطلاله، قبل كانت من جوا لبرا، هسه من برا لجوا، من برا لجوا، عمل مساحات خضراء ومساحات في المساحات الخارجية. في بعض الأساسات مخصصة أصلاً للمساحات الخارجية، أنشطة بتكون قاعدة، بتكون زي ترابيزة خشبية، جلسات، بيكون في نجيلة، في جنينة، في كده، فدي من برة بتدي إحساس إنه المساحات الجوة كبيرة. في ناس لما تجي داخل يعني مثلاً إذا بيت في ميدان يمكن الميادين طبعا عندنا في السودان فيها ميزه بانه الواحد شويه كم متر كده بقوم بيعمل له زي جنينه كده برا او بيعمل له زرع، بتلقى بيت مكدس يعني كله اخضر حتى ما بيظهر لك شكل البيت من جوا.
ده تصرف سليم ولا تصرف خاطئ بالنسبة للمساحة؟ والله هو فيه عدم تنسيق. هي الفكرة بتاعت التشجير الخارجي جميلة جدا ومحتاج لها في السودان ليجونا الغبار والإزعاج والضوضاء وكده، فمحتاجين، بس لازم تكون منسقة، يعني ما كل المساحات خضراء، في مساحات تكون يعني لجلسة للناس في المكان الأخضر ده ذاته، فسوء تنسيق. هي نبداها من برا السور خالص؟ نعم. اللي هو يكون شكل الزراعة نوعا ما يعني متناسقة بينه، نعم. يكون في الطويل والقصير وكده علشان يظهر لنا المدخل بتاع البيت بأنه واسع، عشان يدينا نعم. إحساس الواسع. ولما ندخل جوا المساحة عموما، في ناس بتحب طبعا تعرف البيوت بتحب يعني زراعة الجوافة والمانجا والليمون، فهي أشجار نعم. كبيرة وإحنا عندنا بيت صغير، نستغنى منها ولا نحاول نضيف بعض الأزهار أو بعض الحاجات اللي ممكن يعني نوعا تنسق لنا الشكل العام وتدينا إحساس الوسع؟ والله في الحالة دي بتعمل إضافة عشان تتناسب. يعني قبل كنا بنتكلم عن المساحة الضيقة والمساحة الكبيرة، وضع الحاجات الكبيرة في الحتات الضيقة بالظاهر، فهي دي ذاتها بتسبب أو بتجيب المقارنة ما بين الشيء الكبير والشيء الصغير. فلما يكون في تناسق بتزرع حاجات أقل ارتفاعا منها وأقل حجما وبكثافة على أساس تغطي الفرق الكبير ما بين الشجر الكبير والشجر الصغير. صحيح، حتى إذا ما بقت في زراعة ممكن الأصايص بتاعت الزهور والورود بتغنينا نعم. شوية من مسألة الجنينة إذا كانت المساحة بسيطة. نصيحة أخيرة تقدمها للناس اللي عايزين يوسعوا ويكبروا من شكل بيوتهم جوا وبرا؟ والله أول حاجة التنسيق في الأشكال والنسب هي دي الأساس. الشيء الثاني استخدام المرايات أو الإطلالات عموما والمواد العاكسة أكثر من الشيء المعتم أو الصوليد بنقول عليه، اللي هي الحاجة اللامعة شوية الحاجة أو المصقولة، نعم. هي اللي بتدي الإحساس بها، زي الألومنيوم مثلا، الحاجة اللي فيها داخل ألومنيوم أو كده، فهي بتدي الإحساس بها. أيوة. الوسع. شكرا لك كثير بشمهندس محمود حبيب، وأنت مختص في التصميم الداخلي والديكور. شكرا لحضورك. شكرا جزيلا لك. نشكركم مشاهدينا على المتابعة، وبالتأكيد عندنا لسه باقي فقرات، خلينا نتابع الفقرة الجاية بس بعد الفاصل. بيت الهنا، أهلا بكم مشاهدينا مرة ثانية، نتواصل معكم في بيت الهنا. فقرتنا الجاية هنقدم لكم نصيحة طبية مع دكتورة إيمان شاه مختصة في أمراض الجلدية. تعالوا نشوف نصيحتها هتقدمها لنا الليلة، تفضلوا. أهلا وسهلا بكم في حلقة فقرة الجلدية، واليوم هنتكلم عن التشققات القدم وممكن برضو الجفاف في الجلد عموما. التشققات في القدم دي يعني ممكن هو أساسا ناتج عندنا هنا، إحنا الجو بتاعنا سخن وجاف، فدايما بنعاني من التشققات في الجلد، وممكن يكون ناتج عن برضو الناس اللي بتشتغل مثلا في البنيان من الأسمنت، والناس اللي بيشتغلوا برضو في الزراعة برضو بعد ما يشتغلوا، لأنه في المواد الكيماوية طبعا مع الزراعة بيجي كمان فطريات، لكن برضو بتلقاهم بيعانوا من تشققات في القدم كثير جدا جدا. وبرضو ممكن تكون نتيجة للأشياء اللي إحنا بنعملها، بالذات إحنا النساء عندنا مثلا الحنة والحاجات دي برضو بتؤدي لتشققات، زي ما عارفين الحنة بتعمل جفاف، حتى لو بنخدها في شعرنا بتعمل جفاف بتنشف الشعر، بنخد لها زبادي وزيوت. وكذلك بالنسبة للقدم لما برضو بنخدها برضو بتعمل لنا تشققات. برضو في أمراض جلدية مثلا زي الإكزيما بتعمل برضو تشققات في الجلد. في أمراض تانية مثلا زي أمراض الكلى بتعمل جفاف في الجلد عموما. برضو في أدوية، في ناس بياخذ عندهم علاجات محددة معينة بتعمل جفاف في الجلد، أو تشققات برضو في الرجلين وتشققات في الجلد نفسه. فعشان كده مثلا لو أي زول جاه تشقق في الجلد أو في القدم، أحسن يمشي للطبيب الأخصائي عشان هو يحدد له هل دي حاجة مثلا من البيئة، من استعمال شيء مثلا عمله ما كويس، صابون كريم أي شيء أدى للجفاف دي، ولا هي حاجة مرضية جلدية، ولا هي حاجة مثلا في الكلى ولا في أي شيء. فهو يمشي للطبيب، والطبيب هو حيحدد له ويديه العلاج المناسب لكل شيء من الأمراض دي. فإحنا حتى بعد ما الطبيب يعالج المريض بننصح المريض إنه هو يعمل عناية. العناية مثلا إنه بعد ما أنت والله بقيت كويس والحمد لله، دائما مثلا الحاجات المرطبات، الفازلين، الملينات، يعني في مرات مثلا نقول له أعمل فازلين بالليل، ألبس شراب نوم به، أصحى الصباح مثلا
غسل رجلك كويس ونشفها، يعني بندي حاجات تانية بعد العلاج عشان الناس تقدر تواصل إنه هو رجلهم تكون دائما يعني نظيفة وناعمة وما في أي تشققات، بالذات النساء. كمان بعد الحنة ممكن الناس تاخد زيوت برضو مرطبات وكده عشان ما يحصل جفاف، لأنه الحنة طبعا معها ريحة والحاجات دي بتأدي لجفاف وتقشر للجلد نفسه، فبرضو عشان نحميها برضو بنفك الحاجات دي، بالذات الزيوت بننصح بالزيوت المفيدة للتغذية، زيت اللوز برضو، زيت الزيتون، دي كلها من الحاجات المفيدة للغذاء بتاع الجلد. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة، وإن شاء الله نعود إلى الاستوديو. نشكرك دكتورة إيمان، ونتمنى إن شاء الله إنه كل البيت يكون في صحة وفي عافية وفي هناء. مشاهدينا، حلقتنا كانت فيها نوع من الخدعة اللي احنا قدمناها علشان نقدر كيف نخلي بيوتنا تكون واسعة، خاصة إذا كانت ضيقة في بعض الأماكن. استغلال البيت استغلال جيد هو يمكن بيساعدنا في عملية التغيير وفي عملية الراحة النفسية. هناء تشرق دوت تي في إيميلنا، نتواصل به إن شاء الله دائما معاكم، وبكرة لنا مواعيد جديدة. ودعناكم الله. بيت الهنا.